النهارده بكمل لك في الحلقه الخامسه من اقذر مسلسل كان بيتعرض على كارتون نتورك اللي هي المفترض قناه الاطفال. ولكن بقى اللعبه اللي هم كانوا عاملينها ان هم كانوا بيعرضوا مسلسل بالليل في الفقره بتاعه البالغين. المسلسل لو انت ما تعرفش فهو مليان بالمشاهد الاباحيه، حاجات زي الترويج للشذوذ، عباده الشيطان، والاساءه للاديان بالذات الدين المسيحي. فلو انت اقل من 18 سنه الحلقه دي مش هتبقى مناسبه ليك اطلاقا. يا ريت اللي بيتفرج يعمل لايك عشان الحلقه تنتشر ونقدر نوعي اكبر قدر من الناس. الحلقه بعنوان الزواج المبارك، وباين طبعا من عنوانها بتتكلم عن الجواز. بنشوف الاسره كلها وهي قاعده في الكنيسة، والقسيس المريب اللي احنا شفناه في الحلقات اللي فاتت اللي هو شغال من الاخر كده عشان الفلوس كان عمال بيكلمهم عن الجواز، وان انت عشان ترضي ربنا المفترض ان انت تسعد زوجتك، ونفس الكلام بينطبق على الزوجه، وان انت بقى لما بتعمل كده الرب بيستجيب لصلواتك ودعواتك وبتبقى مقرب ليه اكتر. طبعا اللي كان قاعد سامع الكلام دوت مورال، وانا طبعا مش محتاج اقول لك ان مورال هو اغبى شخصيه في المسلسل كله، او يمكن اخو الصغير اللي عمال على طول بيزعق ويعيط، هنشوف قصته بعدين الواد ده. ولكن حتى الان مورال هو اغبى شخصيه في المسلسل وهتفهم ليه، لان خد بالك دايما اي كارثه هو بيعملها بيبقى وراه حد من الاثنين، يا القسيس يا اما ابوه، الاثنين بيدوا له النصايح وهو بياخدها يطبقها بشكل حرفي، ولما بيرجعوا ينصحوه نصيحه ثانيه فوق النصيحه بتبقى ملغمه، بتبقى نصيحه كارثيه. المهم ان مورا دلوقتي سمع النصيحه بتاعت ان انت لو عايز الرب يستجيب لصلواتك ودعواتك اسعد زوجتك. طب مورا اللي مش متجوز يبقى المفترض هيعمل ايه؟ ده اللي هنشوف. القسيس وهو بيكمل كلامه زعل كده واتاثر لما جت سيره الجواز، يعني لان لما انا بحثت، والمعلومه دي انا مش مؤكده لو حد يعني من اخواتنا المسيحيين ياكدها لي، ان بعض رجال الدين المسيحي ما يقدروش ان هم يتجوزوا، يعني بيعيش كده من الاخر كانه راهب، ما يقدرش ان هو يتجوز، فبالتالي هو كان زعلان لما السيره جت. بعدين بنشوف اورال وهو في المدرسه. ايوه اسمه اورال يا جماعه، بس انا بحب اقول عليه مورال، هو المسلسل اسمه مورال اورال او اخلاقيات اورال، فمن الاخر كده انا بحب اقول عليه مورال وخلاص، يعني عايزين تقولوا انتوا عليه اورال مش فارقه كتير. ف اورال كان قاعد في المدرسه قدام المدرسه بتاعته اللي هي كانت مدرسه جغرافيا اظن او تاريخ او اللي احنا بنسميها عندنا دراسات، فالجرس بتاع الحصه ضرب وجي اورال بيرفع ايده عشان يسالها سؤال، قالت له لا خلاص الجرس ضرب ما فيش اسئله خلاص ما ينفعش. وكانها برده شغاله عشان الفلوس بس، هي مش فارقه معاها انها تعلم حد او ما تعلموش، وده طبعا حال اغلب المدرسين في المدارس الحكوميه. مش عارف بقى الناس بتاعت المدارس اللي هي الانترناشونال ايه الدنيا معاهم، بس انا في المدارس الحكومي كان الوضع كده، وكان عندنا كمان مدرسات، وانا يعني استعيب ان انا اقول الكلام ده في فيديو بس هقوله، كان عندنا مدرسة بتسب بالدين، استغفر الله العظيم يعني بجد مش هزار، مش هينفع اذكر اسمها استاذة محاسن، وكانت بتعمل كده. وكان عندنا مدرسة تانية مسكت عيل ضربته بكتاب الدين. عارف اني خرجت عن الحلقة بس معلش، يعني انا شايل كتير، ورسالتي من هي لكل مدرس من مدرسين ابتدائي بتوعي، لو انا لمحت حد فيكم وقع تحت ايدي ههينه. حاسس اني اتعصبت شوية صح؟ نرجع بقى لموضوعنا. المسلسل من الاخر بيوريك ان مفيش حد راضي عن الشغلانة اللي هو شغالها، لا القسيس ولا المدرسة ويا عالم مين تاني احنا لسه هنشوف. اورا لما بيطلع من المدرسة بيفضل ماشي مع صاحبه اللي هو بيلبس برنيطة ده، وصاحبه ده اغبى منه، يعني صاحبه تقريبا عارف انت الطيور على اشكالها تقع، فبيحكي له بقى ان هما في الكنيسة لسه اتكلم معاهم في نقطة ان انت لو اتجوزت لازم تسعد مراتك عشان دعواتك وصلواتك والرب يرضى عنك، لكن انا هعمل كده ازاي وانا مش متجوز؟ خلص مع صاحبه وراح على البيت، ودخل لقى امه عمالة بتنظف ادوات التنظيف. خد بالك ان امه عندها ما يسمى بالوسواس القهري للنظافة، والمعلومة دي انت محتاج تعرفها عشان الحلقة الجاية هتفهم هتبقى سبب في مشكلة كبيرة. فبيخلص مع مامته بيروح لابوه، ابوه بقى مدمن كحول واظن ان هو شاذ، زود عليها كمان ان هو بيربي ابنه تربية غلط، ناقص شوية وياكل مال يتيم. فبيتكلم مع ابوه في موضوع، طب انا عايز ارضي زوجتي وانا مش متجوز فاعمل ايه ومش كده يعني. فابوه عشان ما يوجعش دماغه فبيقول له خلي بالك في مجلات بتتكلم عن الموضوع دوت، روح اتفرج عليها. وهنا مورال فعلا بياخد نفسه وبيعمل بنصيحه السيد الوالد وبيروح لمحل عشان يشوف مجله يتعلم منها ازاي يسعد زوجته. فالراجل الموجود في المكتبه فعلا بيديله مجله بتاعت الكبار فقط. خد بالك ان هو اثناء كده عدى على مجلات اللي هي المجلات اللي فيها حاجات مخله يعني، ولكن وقعت في ايده مجله بتتكلم عن المواضيع بتاعت الجواز، ولقى ان البنات عموما مش الجواز بس بيحبوا الوشم والبيرسنج اللي هو ان انت تخرم حته في جسمك وتحط فيها حلق او ابره حاجات كده يعني، والاوشام. وطبعا الاثنين حرام، انا مش عارف هم حرام برضو في الديانه المسيحيه ولا لا، بس يعني المعروف ان هم حرام واصلا ما ينفعش ان طفل صغير يعمله. فهو بقى بيقرا الكلام ده اللي بيبسط البنات هيبسط زوجتي، فبياخد بعضه بيطلع على محل متخصص في عمل الوشوم والبيرسنج والكلام ده. فبيخش على البيت اللي في المحل اللي تحسها انها ايمو او من البنات اللي هم بتوع عبده الشيطان، وبيقول لها ان هو عايز يعمل خاتم، وبيقول لها ان هو عايز يعمل البيرسنج او الحلق اللي عايز يركبه هيركبه في جوناثان. جوناثان هو هنا بيسمي العضو بتاعه يعني جوناثان، فبتقول له طيب ماشي مفيش مشكله نعمله له. وبعدين بتنيمه وبتجيب الاداه اللي بتعمل بيها الحلقان وبتيجي عامله له. طبعا هو بيتوجع وجع مش طبيعي، انت متخيل حد خرم لك حاجه كده يعني عند منطقه حساسه في جسمك؟ لما بيخلص بعد ما ركب الحلق ده وراح على المدرسه، فهو كان في المدرسه ماشي كانه متطهر، مش قادر ان هو يمشي، فتح رجله غصبا عنه من كتر الوجع اللي هو حاسس بيه. فالمدرب اللي احنا شفناه في الحلقات اللي فاتت اللي هو بيتعامل مع ابوه، اظن ان هو بيحب ابوه يعني، فبيكلم
بيكلم ابوه بيقول له خلي بالك انا شفت ابنك الدنيا بايظه معاه من تحت، هو عامل ايه بالظبط؟ فاورال من كتر ما هو ما بقاش قادر يتحمل الوجع اخد بعضه وراح تاني للبت اللي ركبت له الحلق وقال لها لا شيله لي انا مش قادر خلاص. وفعلا بيخش جوه والبت بتشيله بطريقه موجعه اكتر. واثناء ما هو كان لسه طالع طبعا ابوه كان اتبلغ من المدرب فبيلاقي ابوه قافله بالعربيه تحت قال له تعالى هاخدك على اوضه الدراسه. الاوضه ديت اللي احنا في كل حلقه بنشوف ان ابوه اورال بعد ما بياخده ليها اورال بيرفع البنطلون وابوه بيركب الحزام بتاع البنطلون. من الواضح ان هو مسكه وراح رنه علقه على التوته بتاعته بالحزام. فده اسلوب التربيه بتاع ابو اورال، بيدي النصيحه الغلط من غير اي تفاصيل وبعدين يسيبه لما يعمل الغلط يجي ضربه. والاسوا بقى ان هو دلوقتي لما يبتدي ان المفترض ابوه بيعلمه الصح، يعني حتى المسلسل ده انت ما مثلا ما بتطلعش منه بعبره عشان في ناس تقول لك ده بيعلموك الغلط بعدين يعلموك الصح، لا هو النصيحه اللي هو هيديله دلوقتي انت هتشوفها بنفسك نصيحه كارثيه ما ينفعش انك تقولها لعيل صغير. بيقول له يا ابني اللي انت بتعمله دوت عشان تسعد الست، يعني الستات عشان يتبسطوا بالاخر عايزين الراجل يطبخوا له ويغسلوا له وتشوفوا شويه اي حاجات وسخه ينضفوها، هي دي حياه الستات وهم يبقوا مبسوطين بكده. من الاخر يعني بيزرع في دماغه ان انت الست تعاملها على انها خدامه. وطبعا اورال بسبب غبائه تخيل هيبص لاي ست تانيه ازاي، منهم طبعا والدته. وتخيل لو انت في طفل بيتفرج بيبص لمامته ازاي بعدها. لو عجبتكم الحلقه تنسوا اللايك والفولو. كان معاكم اخوكم محمود زايد، سلام.